يرى البعض أن القيام بالأعمال المنزلية مجرد حركات روتينية منهكة لا منفعة لها، ولكن أشارت دراسة أن المهام اليومية تعد فرصة جيدة لحرق الدهون وتعزيز مرونة العضلات وتقوية قدراتها على التحمل والمقاومة. درس خبراء اللياقة جملة من الأعمال المنزلية، فوجدوا تنظيف الأرضيات يساعد على حرق 350 سعرة حرارية، وعملية نشر الملابس وطيها بالإضافة للطهو تدخل ضمن قائمة الأعمال التي تتطلب مجهودا متواصل لفترة من الزمن. أما تنظيف دورات المياه من المهام الأكثر إزعاجا لربات المنزل، حيث تحتفظ بدورها في حرق الدهون المتراكمة في الجسم وخسارة ما يزيد عن 250 سعرة في الساعة الواحدة. إن نشاطات الحياة اليومية من أعمال منزلية وغيرها أفضل من ممارسة التمارين الرياضية القاسية، لذا استمتعي سيدتي عند قيامك بأعمالك الروتينية، فمن دورها أن تساعد في الحفاظ على رشاقتي ولياقة جسمك.